وضع خارطة دقيقة للمؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية، وتحديد القدرات الفعلية من حيث وفرة المياه ومصادر الطاقة وكذا التربة الزراعية، محاور كانت على طاولة النقاش خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم وبمشاركة مختلف القطاعات الفاعلة. لقاء جاء بهدف تحديد المحيطات الكبرى التي من شأنها استقبال المشاريع الاستثمارية ضمن المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية. إن وضع خريطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع بتنسيق مع كل فاعلين المعنيين سيسمح لنا من تحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه وكذا الطاقة والبنى التحتية والاتصالات التي تعتبر عوامل أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية. يعمل قطاعنا على تسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية من خلال وضع إطار عمل للتعاون مع قطاع الفلاحة، وسيسمح هذا باستغلال المحروقات والأراضي الفلاحية على نفس المساحات. ومن خلال مجمع صنع الغاز فقد تم تسخير الموارد اللازمة لضمان ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء بهدف ربط 100,000 مستثمرة. تطوير وتنمية الفلاحة الصحراوية إحدى أهم الأولويات التي تراهن عليها السلطات العليا في البلاد لتحقيق الأمن الغذائي، أهمية ترجمتها مختلف التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع الفلاحية إلى جانب تعبئة الموارد المائية والمالية اللازمة لهذه المشاريع. يبرز دور قطاع الري في هذا الميدان الذي يرافق كعادته القطاع الفلاحي في تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي والهام لاقتصاد البلاد من خلال تعبئة الموارد المائية اللازمة وبجميع أشكالها، وبهدف تثمين هذا المكسب وتطويره وتوسعته. يعمل القطاع على تقديم المرافقة للمستثمرين في الفلاحة بالجنوب عبر منحهم كل التسهيلات فيما يخص الاستفادة من رخص حفر الآبار بالمنطقة. ولتكفل بأجهزة الدعم هذه تم رصد بعنوان سنة 2023-2024 ما يقارب ب 172 مليار دينار جزائري. الزراعات الاستراتيجية لا سيما الحبوب تعرف مواسم استثنائية خلال السنوات الأخيرة من خلال استراتيجية الدولة لاستصلاح الأراضي في ولايات الجنوب لتكون قاطرة حقيقية لاقتصاد وطني خلاق للثروة.